بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما مشروعية الموعظة عند القبر؟ سمعنا من يقول أنها ما وردت عن الرسول، سمعنا من يقول أنها سنة. نعم، القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير صحيح، والقول بأنها سنة غير صحيح. ووجه ذلك أنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم، هذا ما سمعناه، وهو بدعة، وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم، ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر، مثل أن يكون هذا الرجل فاسقا مثلا، ثم يقول انظروا إلى هذا الرجل، بالأمس كان يلعب، بالأمس كان يستأذن، بالأمس كان كذا وكذا، والآن هو في قبره مرتهن. أو يتكلم في شخص تاجر مثلا، تاجر يقول انظروا إلى فلان، أمس في القصور والسيارات والخدم والحشم والأنشب حاله. فلهذا نرى أن لا تفعل هذا، لأن هذه ليست من السنة. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا كان في انتظار دفن الميت يقوم ويخطب الناس أبدا، ولا عهدنا هذا أيضا في مشايخنا السابقين وهم أقرب إلى السنة منا، ولا عهدنا هذا أيضا في من قبله من الأعصار، فما كان الناس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيما نعلم يفعلون هذا. وخير الهدي هدي من سلف إذا وافق الحق دقيقة. وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس فهذه لا بأس بها، فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج أو أتى إلى بقيع الغرقد وفيه أناس يدفنون ميتا لهم، لكن الميت لم يلحد فيما بعد، يعني معناه أنهم يحفرون القبر، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته وحال الإنسان بعد دفنه، حديثا هادئا، حديثا هادئا ليس على سبيل الخطبة. وكذلك أيضا ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه جلس على شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ إذن قال أعمل فكل ميسر لما خلق له. فالحاصل أن الموعظة هي نعم نعم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. خير الله فضل. إن قيام الإنسان يخطب هذا لا شك أنه ليس من السنة ولا ينبغي لما عرفت مما سيحدث في المستقبل. وأما الموعظة مثل إنسان جالس وحوله أصحابه وصار يتكلم بما يناسب فهذا طيب، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.